أحبتنا في كل مكان، راح فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف، وكل الأهداف اللي تبونها واللي طلبتوها إن شاء الله راح تكون جاهزة خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة. إحنا لكم بالشوفة اليوم، في خاش لكم أهداف فايد حلوة، قديمك نديمك مثل ما يقولون. بعد الفاصل سيكون الحديث. في 25/5/1996 التقى العربي والكويت. مرحلة التسعينات والمنافسة بين العربي والكويت تعود إلى سنوات طويلة من بداية الستينات، النجومية والقيادة الناجحة في كلا الناديين، الجماهير فكانت متميزة تلك المباريات. نعود لذلك الزمن 1996 الكويت والعربي. حصل العربي نواف البيت، نواف راحت كرته، يحصلها احمد اللنقاوي، توصل مره ثانيه ايضا لصالح الكويت، خطره لعب وصل جول، جول ثامر الطاحوس، ثامر الطاحوس يسجل هدف الكويت. شوف 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 لما خلصها ابو كانو يلعبها عرضيه تعدي بدر، فعلا حاشه براسه لكن تابعها. شوف بقري بقري وعبد الله فؤاد، ارتدت من عبد الله لكن كان متابعها ايضا ثامر الطاحوس، يلعبها ثامر براسه في المرمى الخالي، الهدف الاول لصالح الكويت. شوف شوف اعاده بالبطيء، هذا بقري وحاول فيها ايضا لعبد الله فؤاد لكن كان اقرب. في 25/10/1996 التقى القادسية وكاظمة، وأيضا كاظمة في التسعينات كانت أفضل جيل لعب نادي كاظمة، حقق أنا حكي على البطولات، كان جيل التسعينات جيل مميز، يعني بعد هذا الجيل لم يظهر جيل في نادي كاظمة كما كان مرحلة التسعينات. أسماء كثيرة سبق تطرقت لها في أكثر من حلقة، دعونا نتوقف القادسية وكاظمة 1996. ركنية لنادي كاظمة، عبد الحميد العسعوسي يرفع له كرة ويبعدها حارس المرمى وخطرة جول، خطرة وصرخة طويلة جول، لأن باين الكرة وهي نازلة لعبها على طول. حلوة خليفة، حلوة خليفة المشعان. شوف 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 اشترك اللاعب وحارس المرمى اثنين، ما تركها للحارس. شوف لأنه وهي طب نازلة لعبها خليفة بالزاوية، صعبة صعبة صعبة. بالدقيقة 21 خليفة المشعان يصطاد له هدف بالدقيقة 21 وسجل هدف حلو من خليفة المشعان في الدقيقة 21. هذا خليفة شوف بشماله وصايد الزاوية، حلوة 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 يا خليفة. محمد مبارك قصيرة توصل إلى عبد الله الحمر، الحميد العسعوسي، عبد الحميد بعرض الملعب يلعبها الى المطيري، احمد يلعب له كره بينيه والطول وخطره، عبد الله ابراهيم بالمرمى جول. قلت لكم رغم ان المباراه الاولى ما لعب جيد لكن اللاعب يبين من لبسته للكره حلوه، لعب له كره. شوف 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 شلون شوف تابع ومشى وانفرد وركنها بالزاويه، شوف ماخذها على جنب وفعلا سجل في الدقيقه 34 هدف من اللاعب عبد الله ابراهيم. اثنين كاظمه لا شيء القادسيه، وهذه الاعاده شوف
سعدون الشمري راح يلعب الكرة. تلعب على طول وخطرة بالمرمى جول، خطرة بالمرمى جول، خطرة لأن قبل الحارس يلعبها مبارك فريج. برافو 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 برافو، كرة حلوة، أحلى منك يا الشمري واللي توج الكرة الحلوة مبارك فريج. شوف 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 شوف، حلوة حلوة الرفعة هذه القصيرة، الكرات القصيرة اللي هذه اللي اسمها الفيرست بوست، العرضة الأولى. حمد حربي لاعب نادي الفحيل، لاعب برز في قمة النجومية في تلك المرحلة، في مرحلة الثمانينات، لكن حمد حربي كان لاعب قناص سريع، مجهود وافر، حقق نجومية كبيرة من نادي الفحيل اللي حقق معاهم بطولة كأس أمير البلاد في تلك المرحلة لما فازوا على فريق نادي كاظمة. فكان حمد حربي من اللاعبين المميزة، حتى أن المدرب أنذاك مدرب المنتخب أنطونيو فيريرا قد اختار إلى المنتخب في تلك الفترة. دعونا نتوقف أمام ذلك المهاجم المميز، مهاجم نادي الفحيل حمد حربي. كأس الأمير ورايحين إلى نادي الفحيل، كرة اللعب توصل، كرة اللعب توصل، كرة اللعب وتوصل، كور 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 كور، لا 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 لا، وصل 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 كأس الأمير، وصل 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 كأس الأمير، وصل 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 كأس الأمير. حمد حربي حمد حربي حمد حربي، شوف الهجري 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 شوف الهجري، شوف حمد حربي شوف حمد حربي شوف حمد حربي شوف يا هبا 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 هبا. النصر 5 على الشباب، هذا أمس، واليوم 3-1 تضامن على الساحل، والآن 4-1 كرة اللعب، 4-2 جول جول، حلوة جول، ملعوبة حلوة ملعوبة لحمد حربي، حمد حربي يتوج 4-1 4-2 4-2 4-2 حمد حربي اللي سدد. شوف بعد ما لعبت الحديدة من المري، من علي المري، لاعب جيد علي المري، لاعب جيد علي المري، ومتابعة جيدة من حمد حربي، هدف هدف حيد لحمد حربي في الدقيقة 28 في الدقيقة 28 في الدقيقة 28 بيسجل حمد. في 27/11/1975 كانت هناك مباراة عملت ضجة في الدوري الكويتي، مباراة فريق نادي العربي والكويت، ما هي مشكلة واحد يفوز على الثاني، طبيعي عالم كرة القدم، لكن أن يفوز نادي الكويت على العربي بخمسة أهداف مقابل لا شيء كانت نتيجة كبيرة، والعربي في تلك المرحلة تراجع مستواه بشكل مخيف، لم يكن العربي ذلك الفريق المميز، تغييرات كثيرة، عدم وجود النجومية، لذلك خسر أمام مباراة كبيرة. طبعا الخمسة أهداف ما هي موجودة، سنعرض جزء منها نشوفها بعض. ريمي التماس اللعب كرة خطرة، اللي بيحضر الجول، حلوة 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 من عيسى جلساس إلى عند بر عبد القدوس، بيحطها براسه جبر عبد النبي حافظ، بيحطها براسه محرز الهدف الثالث في الدقيقة 5 في الدقيقة 5 كرة حلوة حلوة جبار عبد القدوس، كرة لاعبها ريهم جساس، خطرة حط الجول، الله لثاني مرة لثاني مرة كرة حلوة منقولة بين بريه وجساس، الجساس بالملي على رأس جبار عبد القدوس، حطها براسه داخل الجول محرز هدف الرابع، كرة منقولة حلوة بطيئة وهدوء، وكرة حلوة فعلا على رأس عبد الجبار عبد القدوس، مطوع شطي ناحية اليمين، زهير يوسف علي نادي الكويت هاجم ناحية اليمين،
يلعب بعلي من عجب على قدوس ابي يقدم محمد عبد الله بيحاول عبد قدوس طلع على الملعب بيحاول مره طاح من دمال العسعوسي بياخذها عبد الله قدوس كره خطيره على الملعب يحضر الجول يحضر الجول الكويت بيحط الهدف الخامس في الدقيقة 31 تقريبا بيحط نادي الكويت الهدف الخامس منقولة حلوة حبيتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهاية حلقتنا الكرة أهداف باكر إن شاء الله خاش لكم أهداف جديدة فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم مع السلامة.